هذا وشهد مقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بجمهورية مصر العربية انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. واعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها، وأعلنت اللجنة في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة في البلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم. كما اتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال من أجل تعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية وتبادل زيارات الوفود والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشاركة الشغل الاقتصادي المعتمد بين شؤون الجمارك بوزارة الداخلية في مملكة البحرين ومصلحة الجمارك المصرية. وتضمنت أوجه التعاون المشترك التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات.